يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض طلبة العلم يقولون في زكاة الذهب إنه إذا كان عند صاحب الذهب مال فليأخذ بالأحوط ويزكي الذهب الذي عنده، وأما الذي ليس عنده مال يأخذ بالقول الثاني أنه ليس فيه زكاة فلا يزكي، فما رأيكم في هذا التفصيل وفقكم الله؟ الوجوب لا يجتجب الزكاة في الماء في الحلي الذي يعد للاستعمال، لا زكاة فيه، لكن من أراد أن يزكيه من باب الاحتياط والخروج من الخلاف هذا أحسن، أما الوجوب فلا يجب. نعم.